الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. وأظلمت وتداخلت يعرف العالم هنا
لأنه منجلت من الفتن، وأنه النور الذي يبدد ظلمات الفتن. قال ابن القيم إن الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر لا أزالت يقينا ولا قدحت فيه شكا، لأنه قد راسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات، بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم. وجيش مغلوبة مغلولة ولا يكون عالما راسخا متقنا إلا بالكتاب والسنة والغوص في معانيها. واكتساب الآلة التي بها يكون التعامل في فهم الكتاب والسنة استنباطا وتحقيقا وتطبيقا، هذا هو العالم. كما قلت، العلم بالكتاب والسنة واكتساب آلات الاجتهاد، آلات الفهم من الأصول والقواعد الفقهية وضوابط الشرع والفقه واللغة وعلم المصطلح، فيكون عالما راسخا. أما من علم بالمنطق وعلم الكلام وشغل نفسه بذلك، هذا الذي يعقم الخسران والخزلان وليس بعالم. ويعرف العالم بأمور هو وريث النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرف العالم بشهادة مشايخه كما قال الإمام مالك وغيره، أنه لا تصدر الفتية إلا وقد شهد له علماء عصره بذلك. قال الإمام مالك يقول: ليس كل من أحب أن يجلس في مجلس للتحديث والفتية جلس حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل وأهل الجهة في المسجد، فإن رأوا أهلا لذلك جلس. قال مالك: وما جلست حتى شهد لي 70 شيخا من أهل العلم أني موقع ذلك. ومما يدل على العالم وعلى رسوخه دروس وشروحات وفتوى، فإن وجدته في الفتوى راسخا يعرف مبسط أصل المسائل ولبها وأساسها أو لبها وأساسها، ويلحق النظير بالنظير ويستطيع استنباط الأحكام. فإذا استطاع استنباط الأحكام وأسس وقاعد وألحق النظير بالنظير، هذه دلالة على رسوخه وقوته. ويعرف العالم أيضا بكثرة شروحاته وتناوله لكتب السنة. قال أبو الطاهر السلفي عن الإمام الخطابي: وأما أبو سليمان الشارح لكتاب أبي داود فإذا وقف منصف على مصنفاته واطلع على بديع تصرفاته في مؤلفاته تحققت إمامته أو تحقق إمامته وديانته فيما يريده أمانته، وكان قد رحل في الحديث وقراءة العلوم وطوف، يعني لا ترك عالما إلا جلس بين يديه، ثم ألف في فنون العلم وصنف. فهؤلاء يعرفون كما قلت بما يتناولونه شرحا وتفصيلا وتقعيدا وتأسيسا وتأصيلا. عرف الشافعي بالرسالة والأم، عرف مالك بالموطأ، وأيضا ابن جريج بالموطأ، عرف الإمام العلم أحمد بالمسند، وأبو حنيفة أيضا بالفقه. هؤلاء بنشرهم من علم علمه، فالعالم يعرف بكثرة شروحاته وتدريسه مع شهادة الأخيار من مشايخه له. ويعرف العالم أيضا كما قلت بتراث بفتوى تجمع الفتاوى التي عليها وتنظر له في فتوى أوافق الكبار أم لا، وأصر على تفصيل العلم أم لا. فقال الإمام ابن تيمية: ومن له في الأمة لسان صدق عام بحيث يصلي عليه بحيث يصلى عليه ويحمد في جميع أجناس الأمة، فهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدنيا. وأن تكون له الملكة، الملكة مع فطر النفس، فالملكة فطر نفس هي غزيرة تتعلق بالاكتساب وعزيزة جدا، فإن
الملك الذي للإنسان أن يفقه مراد الله في كتابه ويفقه عن النبي مراده في سنته. هذه ملكة، فالملكة يكتسبها الإنسان يستطيع أن يغوص في معاني الكتاب والسنة، وأعلم الناس أعلمهم بالكتاب والسنة، وأفقه الناس أفقههم وأعقلهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والقدرة على استحضار الأدلة على الأحكام الشرعية كما قال الذهبي عن ابن تيمية: كأن الكتب التسعة ومسند أحمد بين عيني، وما رأيت أحدا أسرع انتزاعا للحكم من الدليل من ابن تيمية. يكتسب الآلة، آلة الاستنباط من التضلع في العلوم، علوم اللغة والاجتهاد والتفصيل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. آلة الاستنباط، آلة الاجتهاد كما قلت، بلم الملكة، والضربة والضربة على الملكة فعل الأخيار من السابقين، وأسوى أساسها تفصيل الأساس والأصل، علم الأصول والقواعد وغير ذلك، والاستعداد استعداد قلبي، استعداد عقلي وذهني، واستعداد قلبي، فلا بد من صفاء ونقاء وصدق، كما قال ابن عباس: يؤتى المرء الفهم بنياته. ولأن الله يصطفي العلم على القلب فهو اصطفاء، نعم هو اصطفاء، يصطفي له من يشاء لمادة العلم، وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والاستعداد الذهني، لا بد من أن يكون وقاد الذهن، لا بد أن يكون ذكيا، ومن ذلك أيضا الهدف، صحة الهدف، فالعالم بصحة هدفه بنصر دين الله للعلماء ونشر السنة وقمع البدعة، هنا الناس جميعا ينضمون تحته وتحت راياته. وأيضا له عبادات، ما تعلم علما إلا تعبد به، هدف العلم بالعمل فإن أجابه إلا امتحن. هكذا هذا العالم إن ولد فلا بد للدنيا أن تعض عليه بالنواجذ. هناك أصاغر من الأصاغر يطلب عندهم العلم، الوعاظ أو القراء أو الأصاغر الذين يحقدون على أهل العلم، هؤلاء أهل حقد وحسد، ومنهم ضعاف في العلم وفي تقصيره وتقعيده. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة طلب العلم عند الأصاغر، طلب العلم عند الأصاغر. لذا أقول: العلماء شموس الدنيا، ويجب على الأمة نحو العلماء الكثير، فيجب على الأمة حب العلماء كما قال معاذ: وحب العلماء دين ندين الله به. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن أنا دين الله بحب العلماء. وقال الإمام الشافعي: قال ابن مسعود: كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولو تكن الرابعة فتهلك. ويجب على العلماء الاتفاق، ويجب على الأمة الاتفاق حول العلماء وأخذ العلم منهم والرجوع إليهم في الفتوى وفي العلم. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل سألوا حين جاهلوا؟ إنما شفاء أي سؤال. ويجب على الأمة نحو العلماء الذب عنهم وعن أعراضهم وعدم الخوض في أعراضهم. أخذ صحابي الفريد بن برهان ابن عباس كان ياخذ بخطام ناقة زيد، وزيد يقول: الله خلي الناقة يا ابن عباس. قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، التوقير والتبجيل مع الذب عن الأعراض. قال أبو العباس الحسن بن سفيان: لمن أثقل علي ما هذا؟ قد احتملتك وأنا ابن 90 سنة، فاتق الله في المشايخ، وربما استجيبت فيك دعوة. ولما أنكر السلطان على الوزير نظام الملك صرف الأموال الكثيرة في جهة طلبة العلم، قال له نظام الملك: هذا الجميع يحتاجون حزمه الآن، يحتاجون حزمه الآن، وزير حق وزير. فلما أنكر أن يكون هذا المال أنفقه في طلبة العلم،
قال أقمت لك بها جندا لا ترد سهامهم بالأسحار. فاستملح ما فعل ومدحه على ذلك، وذكر رجل عالما بسوء عند الحسن بن ذكوان، فقال مه لا تذكر العلماء بشيء. فيميت الله قلبك، والله الكلام على العلماء خذلان وإماتة قلب. والله إذا أراد أن يستدرك عبدا سحبه للكلام على العلماء. قال ابن جرير الطبري دخل الإمام العلم، دخل الإمام العلم حماد بن زيد ومعه آخر على شعبة، وكان يتكلم في خالد الحساء أبو المنازل، فقال له تتكلم عن أبو المنازل؟ تتكلم عن خالد الحساء؟ أمجنون أنت؟ ودافع عنه حتى نعم يوسف طريق حتى قال له أمجنون أنت أتتكلم عن ناس خالد الحساء؟ فسكت وكف عنه شعبة. وروى ابن جرير الطبري وابن ابي حاتم عن عبد الله بن عمر قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما ما رايناك مثل ما راينا مثل قرائنا، هؤلاء لا ارغب بطونا ولا اجزم السنه ولا اجمل عند اللقاء. فقال رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق ولاقولن رسول الله. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف ياخذ من اختار ناقه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هو سمر سمر الآلهة الكلام في الليل يسير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأمي، وقال عليه آيات قل أبي الله وآياته كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. انظر كيف دافع الله عن النبي وعن الصحابة عندما تكلموا في أعراضهم. ولما سمع نبي الصحابة يتكلمون في ابن تخشم قال ابن تخشم أما رأيتم أنه قال أحد معين من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، وأيضا تكلم على ذلك في عكرمة. نعم هؤلاء أهل البدع والضلالات، هؤلاء أهل الهوى، أتعبهم الشد عليهم فيكونون ليشوشوا عليك فلا تتركوا مجالا لهم. فأقول ومن حق العلماء على الأمة أذب عنهم والقتال لأجل أعراضهم، ولتعلم الدنيا أن أعراض العلماء ليست هينة وأن لحوم العلماء مسمومة. رضي الله عنك أبا آيات. هؤلاء ناس فيهم ما فيهم من الغفلة، فيهم ما فيهم من النفاق، فيهم ما فيهم من الحقد والحسد. كثير منهم على الألوان والأشكال، الله يأتي بهم حتى تقطع لحومهم وتهشم عظامهم، ويعلمون أننا لسنا لقمة سائغة كما قال عمر وغير عبد لحية النبي ما أرى حولك إلا أوباشا أو أشوابا من الناس سيفرون عنك عما قليل. ولذلك ذب عن العلماء واجب. ابن عينة ذب عن وكيع بن الجراح وتوسط له عند الأمير فأنجاه. الشافعي لما سلسل إلى هارون الرشيد قال له أبو يوسف أو تعلم من هذا الشافعي كله؟ ولأن الغيبة في أحد الناس مسقطة العدالة كبيرة. ومن واجب العلماء على الأمة الدعاء لهم وإعانتهم على الخير ونشر علمهم والوقوف بجانبهم، ولا تنتصر الدنيا إلا بذلك. يعني راية الإسلام لا ترتفع إلا بأن نقف صفا صفا معا لنصرة الدين ولنصرة سيد المرسلين، سنة سيد المرسلين. هذه الأعظم. وهذا الرجل أكيد تلاقيه تبع الرجل العلماني أمس الذي قلنا له يا ابن الخبيثة يا علماني وأنت تستهزئ بمجالس العلم، هرب وأتى لنا بالرعاع الحوش هؤلاء. ولكن ما دمتم لهم بالمرصاد الله تعالى سيهلكنا. ونحن في أيام بعثة فيها نص النصر في بدر، النصر في عاشر رمضان، النص في رمضان ينصرنا الله على أهل البدع والضلالات وعلى أهل التفاهات وأهل السوء وأصحاب الألسنة الحداد. نسأل الله جل وعلا أن يفتانا شرهم وأن يثبت الخير فينا وفيهم. كما قلت آخر الواجبات التي تجب للعلماء على الأمة الدعاء لهم والوقوف بجانبهم ونصرتهم و
والذنب عن أعراضي. بس الله تعالى أن يجعلنا جميعا من ذلك. حفظكم ربي وأحسن الله إليكم وشكر الله لكم. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.